شايفينها احنا واللي مطلع على سهل مرج بن عامر وعلى مدينة جنين، احنا الان في قرية دير غزالة. هاي القرية اللي عدد سكانها تقريبا 1300 شخص بين مسلمين ومسيحيين بيعيشوا في هاي القرية. راح نشوف اليوم شجر الزيتون، شجرة معمرة كان لها روايات وحكايات مع الناس. هاي الشجرة بدي يحدثونا عنها أهل القرية، وراح نكون اليوم في ضيافة أبو طارق ختيار كبير ما شاء الله عنه، شيخ من وجهاء القرية، راح يحدثنا عن هاي الزيتونة اللي هي بتيجي في نطاق مسجد اسمه المسجد العمري. وبما أننا اليوم جايين احنا على شجر الزيتون، اطلعوا على ثمار الزيتون، هاي نوار الزيتون، هذا ببلش من هاي الفترة لحد تقريبا شهر 9 أو 10، بعدين ببلش الموسم اللي هو بتكون الحبة جاهزة للقطف. وهي من خيارات الزيتون في بلادنا اللي بنعتمد عليها كمحصول أساسي. السلام عليكم. يعطيهم العافية. احنا جايينكم اليوم ضيوف على دير غزالة حتى نتعرف على شجرة الزيتون. أكيد هاي الشجرة، هاي شجرة الزيتون المعمرة في قرية دير غزالة، هاي القرية الحلوة الهادئة والطيبة بأهلها. أجينا اليوم يعني مع المستكشفين الصغار نشوف شجرة من الأشجار المعمرة في تاريخ فلسطين اللي ضربت جذورها عميقا في هاي الأرض، وأكيد يعني تحت هاي الأغصان صارت حكايات، صارت أحداث ربما مع أهل البلد أو من العصور السابقة اللي راح نسمعها منكم اليوم ونتعرف كمان على دير غزالة. فيعني لو أعطتونا نبذة صغيرة عن دير غزالة في يعني وقت بسيط. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني قرية دير غزالة قرية شأنها كشأن أي قرية فلسطينية، والقرى الفلسطينية تتشابه بإرثها الإسلامي وتاريخها الإسلامي وأثارها التي يعني ترتبط بالفتوحات الإسلامية التي دخلت إلى بلادنا. دير غزالة قرية وادعة تقع شمال شرق جنين، تبعد عن مدينة جنين حوالي 10 كيلو متر. يعني قرية دير غزالة قرية زراعية، يعني أهلها بيعيشوا على الزراعة، وفيها يعني فئة لا بأس بها من الموظفين الحكوميين. دير غزالة تاريخها مرتبط مع السابق، يعني إحنا جالسين هون في منطقة من أكثر المناطق قدما في البلد. يعني هذا المسجد العمري، هذا مسجد تاريخه يعود إلى يعني الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد الخليفة الراشد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الزيتونة أيضا يعني برضو يعني على ما يبدو أنها غرست في ذلك الزمان. أكيد تحت هذه الشجرة صارت أحداث وصارت قصص متعلقة في تراثنا وفي تاريخ أجدادنا اللي عاشوا مع هذه الشجرة وعاصروها في دير غزالة. أبو طارق، أكيد أنت يعني بتعرف قصص وحكايات صارت مع هذه الشجرة اللي هي زيتونة دير غزالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. هذه الشجرة على ذر الأجداد كانوا دائما لما المطر يصير قليل النزول كانوا تطلع النساء والأطفال الصغار وكل البلد تقريبا تطلع تطلب المطر أن ينزل من الله عز وجل، فيأتوا على هذا المسجد، المسجد العمري، وعلى هذه الزيتونة. هذه من أقدم شيء موجود في دير غزالة، هذه الشجرة، شجرة الزيتونة هذه، هذه من أقدم شيء. ويقال أنها أيضا قبل المسجد، فيها روايات أنها قبل المسجد، فكانوا يطلعوا ويطلبوا الغيث من الله، وكان ينزل المطر، كان ينزل المطر، دليل على التقوى والإيمان اللي بقلوبهم لصحابة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أكثر قصص من القصص التي يروها لنا الآباء والأجداد عند هذه الشجرة. إذا هذه الشجرة أبو طارق هي رمز وهوية لأهل دير غزالة. أي نعم، هي أكبر هوية لفلسطين كلها، أن هذه الشجرة هي وصية من الله ثم من الأجداد والآباء. الله أقسم بهذه الشجرة وبارك فيها، وبارك
فيها رب العالمين، فهذه يجب علينا أن نحافظ عليها كما حافظ الأجداد والآباء، ولا نفرط بأي ذرة من ذرات تراب فلسطين الغالية الحبيبة على قلب كل إنسان مسلم مؤمن بواحد بالله عز وجل. احنا نعرف الناس بيهتموا في الأرض من خلال الحراثة والتقنيب وال يعني ان بيديروا بالهم على الأرض بالحراثة وبالتقنيب وبهي الأشياء، ولكن أهل دير غزالة كمان اهتموا بهاي الشجرة بالذات انها كانت هي محط انطلاق وممكن محطة الرجوع في لما كان يطلب الغيث. اذا كانت هاي لها رمزية عندهم لازم يجوا عليها او مروا من عندها في حال انهم استسقوا ربنا ينزل المطر. نعم، فهاي الشغلة يعني ممكن من تقدير اهل دير غزالة لهاي الشجرة كانوا يعملوا هاي الاشياء. اي نعم، لتقدير للمسجد ولهذه الشجرة الاثنين، المسجد العمري كان موجود ولهذا الشجرة وجدت معه أيضا مع هذا المسجد. ثمار هذه الشجرة والمحصول تبعها لمين بروح بالضبط؟ هذا الحقيقة يجمع ويجمع كله ويدرس الزيت ويذهب به إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في محافظة جنين، لأنه فيه هذا الشجر في كذا شجرة صغار أخرى هون في هذه المنطقة زرعهن الوالد في قبل 40 سنة يعني، وبقيت للمسجد وهن للمسجد طبعا كل شيء في داخل سور المسجد للمسجد، فيأخذ ويذهب به إلى الأوقاف إلى دائرة الأوقاف الإسلامية. الشجر اللي حوالين المسجد هو مش ملك خاص، طالما إن ضمن الوقف الإسلامي فشو بيعملوا؟ بديروا بهم على الشجرات، بقطفوا الثمار وبأخذوهن حتى تروح للناس الفقراء، بأخذوها على لجنة الزكاة. أينا. لجان الزكاة الموجودة في المدينة. أو قسم لصيانة المسجد. أو قسم كمان ببيعوا من لصيانة المسجد. نعم. في أشجار كبيرة عندكم في البلد غير زيتونة هاي؟ مهما يعني خروب بلوط زيتون. في عنا إحنا جبل في شرقي البلد 67 درهم، هذا على خزينة الدول يعني يعتبر للسلطة الوطنية حاليا. هذا كان عليه أشجار من أيام الدولة العثمانية، أشجار الخروب قديمة جدا يعني 200-250 سنة هيك بتحكي لك. طبعا دير غزالي بشكل عام يعني فيها تجانس ما بين المنطقة الجبلية المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات في بعض الأحيان وما بين السهول، فساحة الأراضي في دير غزالي تتعدى 6000 درهم، في جلها وأغلبها سهول، وإحنا يعني زي ما تفضل الحج إنه إحنا بلد مشتهر في الزراعة وكان يعني له دور كبير في السابق بأنه يعني المنتجات أو المزروعات أو الثمار الأساسية، وطبعا هي جنين كلها عبارة عن سلة غذاء لكل فلسطين. زي ما تفضلت أنت، كان في دائما بعد صلاة الظهر أو بعد العصر يجلس الناس هنا في المسجد وجنب المسجد تحت الزيتون هاي، ويقعدوا يتحدثوا ويتسامروا ما بينهم من أي شيء للزراعة للفلاحة لذكريات بينهم كلها يسدوها بين بعض ما شاء الله عليهم. إذن كانت ملتقى هذه الشجرة لأهل البلد. أي نعم، وما زالت عند البلد هذه الشجرة يعني نجلها ونحترمها ونحترم كل شجرة زيتون تزرع في أرض فلسطين. هذه وصية من الآباء والأجداد لنا أن نتمسك بأرضنا وبشجرة هذه الزيتون في كل مكان وجدت، في الخليل، في جنين، في نابلس، في طول كلم، في أي محافظة من محافظات الوطن أو في أريحة أو في غيرها. تحت فيات هذه الشجرة والأشجار الموجودة حوالينا ومن المقام أو مسجد العمري بنشكرك أبو طارق وبنشكر شيخنا الكريم على المعلومات الطيبة اللي أعطونا إياها يعني، وإحنا انبسطنا واستفدنا من هاي المعلومات الرائعة اللي أفادونا فيها أهل دير غزالة. وفي نهاية مشوارنا لبرنامج شجرة وحكاية، انتظرونا في شجرة جديدة وحكاية جديدة.